الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حذر مختصون من ارتفاع معدلات التضخم السكاني في العراق سنة بعد أخرى، على الرغم من تردي الخدمات وتراكم الأزمات الاقتصادية في عموم البلاد. وحث خبراء اجتماعيون واقتصاديون السلطات على ضرورة وضع الخطط الخاصة بتنظيم الزيادة السكانية بالحد الذي يمكن السيطرة عليه، وعدم ترك الأمور على مصراعيها، ما يؤدي إلى المزيد من المشاكل في بلد يعاني بالأصل من مشاكل جمة في مختلف مناحي الحياة. بلغت مبيعات البنك المركزي الإجمالية من العملة الأجنبية للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي الذي فتح به المزاد أكثر من مليار دولار. وباع البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام التي فتح بها المزاد 1,381,871,405 دولارات، منخفضا عما سجله الأسبوع الماضي من مبيعه للدولار الأمريكي. كشف النائب عن نينوى نايف الشمري عن شبهات فساد تحوم بشأن موضوع فندق الموصل. وقال الشمري أن ما يثير الاستغراب أنه ورغم إحالة الفندق للاستثمار إلا أنه لم يباشر بأي إجراء على الأرض رغم مرور أشهر على المخاطبات، الأمر الذي يستدعي معرفة الأسباب لعدم المباشرة رغم وضع حجر الأساس للمشروع قبل مدة طويلة. حل العراق ضمن الربع الأول بقائمة الدول باستهلاك الكهرباء حول العالم وفقا لموقع سيوورد، حيث حل بالمرتبة 50 عالميا، فيما جاء بالمرتبة 6 عربيا وباستهلاك 52 تراوات ساعي سنويا. ورغم مجيء العراق بمرتبة 50 باستهلاك الكهرباء والتي تعد متقدمة عالميا من أصل 210 دول، إلا أنه بالنظر لعدد السكان تعد مرتبة متأخرة، حيث إن الكويت والإمارات والسعودية جميعها أقل من العراق بعدد السكان، لكنها جاءت في مراتب متقدمة عنه، ما يعني استمرار فشل السياسة الحكومية في ملف استهلاك الطاقة وإنتاجها بحسب مختصين. ذكرت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية أن قيمة الصادرات الصينية من السلع المباشرة إلى العراق ارتفعت بمعدل 93% خلال 10 سنوات امتدت منذ العام 2015 ولغاية 2024. المؤسسة حذرت من هذا الارتفاع الكبير في الاستيرادات بسبب وصول البلاد إلى مرحلة عدم القدرة على تغطية الطلب المتزايد من العملة الأجنبية. ووفقا لتقرير نشرته مؤسسة عراق المستقبل، فإن مجمل قيمة الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق في عام 2015 بلغت 7,900,000,000 دولار، بينما المتوقع وصوله نهاية 2024 بحسب بيانات الأشهر الأولى من السنة الحالية بقيمة 15,300,000,000 دولار أمريكي. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز للقاء.